فول سوداني وشويه عسل وشويه زيت، مش كاتبه لكم مقدار للزيت برضو، هنخليه كده يعني على حسب كده ما القوام يلم معاكي او يبقى معجون معاكي. انا هاخد الفول السوداني ده وهروح فين بقى؟ على الطاسه. لازم يسخن معايا. ليه؟ انا مش هحمصه، انا عايزاه يسخن معايا علشان يساعدني. السخونه يا جماعه دي بتساعد قوي قوي، جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. التكايه دي السخونه بتساعد قوي ان المكون اللي انت بتضربيه يتعجن معاكي على طول. خلاص، بسم الله. العسل لازم العسل يسكر كده شويه زبده الفول السوداني علشان برده يبقى طعمها حلو. زبده، بصوا انا بقلب بايدي على فكره. خلاص يا، عشان الطاسه كانت سخنه فبيسخن اهو معايا على طول. ممكن على فكره في الفرن مفيش مشكله، بس عينك عليه. اول ما ريحه الحاجه تطلع على النار خلاص اعرفي ان هي كده جاهزه وسخنت معاكي. خلاص هو كده سخن معايا، كمان الطاسه عندي كانت سخنه فخلاص على كده بدات ريحته تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بقى الفول السوداني ده. عايزه اقول لك على حاجه، لو انت عامله كميه مش كبيره بلاش تستخدمي كبه كبيره. ليه بقى؟ المكون هيفضل رايح جاي رايح جاي ويتخبط يمين وشمال ومش هيتفرم معاكي حلو. كل ما الحاجه تبقى صغيره، بس برده ما تكونش صغيره قوي على المكون، كل ما الحاجه اللي انت حطاها تتضرب معاكي كويس. انا هدي ضربه قبل ما احط العسل وقبل ما احط الزيت، لازم يتضرب الاول كده شويه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب معايا عادي بقى ان انت تنزلي بالعسل. نجيب كده سباتشولا وناخد كده العسل، حوالي يعني على كل كوبايه من الفول السوداني تقريبا معلقه من العسل. خلاص شويه كده عسل ابيض. الحاجات دي يعني مثلا زبده الفول السوداني دي مش عارفه بتتباع سعرها غالي ليه، ما انا مش فاهمه برضو. الفول السوداني اه مش رخيص وكل حاجه، بس بيكون سعره مش لدرجه ان البرطمان زبده الفول السوداني يبقى سعره عالي. فاحنا بنعمل حاجه في البيت اهو ومن غير. وعلى فكره زبده الفول السوداني برضو للاسف من الحاجات، اغلب الانواع من الحاجات اللي بيكون مكتوب عليها زيت النخيل. اقروا يا جماعه عن زيت النخيل ده، يودي في داهيه. خلاص، لكن هو للاسف على فكره من الحاجات اللي بتحفظ فعلا الحاجه اللي هم بيعملوها. هنزل بشويه زيت، دي بقى طبيعيه يعني من غير اي حاجه خالص. شوفوا الفايدة بقى، نضرب. طيب ممكن طيب يشوفوا القوام قبل ما نروح لفاصل يا استاذ حمدي؟ ليه بقى؟ زبده الفول السوداني لازم تتضرب كويس قوي اهي، هي كده محتاجه زيت تاني. فانا هعمل ايه في الفاصل؟ بصوا لي كده، هاخد شويه زيت وهنزل بحوالي ربع كوبايه وهضرب في الفاصل اهو تقريبا ربع كوبايه، وهكمل ضرب كده في الفاصل لغايه ما تنعم معايا وتتحول معايا لزبده قابله لل. هي بتحتاج ان هي مش اقل من 10 دقايق ضرب، هي كده معلش بتاخد وقت شويه. ليه بقى؟ احنا يعني انت بتقعدي تحاولي ان انت ايه بتنزلي يا لهوي على ريحه الفول السوداني فظيعه، بتنزلي الزيوت اللي بتبقى موجوده في الفول السوداني. حاجه تانية مهمه قوي، الزيت 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 اللي في سواء في الشوكولاته القابله للدهن او في زبده الفول السوداني لازم يكون زيت نظيف ملوش طعم وملوش ريحه. ما ينفعش زيت تكوني مستخدماه اصلا قبل كده، دي نقطه مهمه جدا جدا هتفرق قوي في الطعم. طيب عايزه بقى كده ايه بقى، بصوا لي كده. بس لازم برضو اقول لكم على حاجه، زبده الفول السوداني دلوقتي سخنه قوي سخنه، انا عايزه اقول لكم كمان والله حراره طالعه منها. ليه بقى؟ من الضرب، فالجهاز طبعا سخن معايا وكمان هي من الضرب فالفول نفسه سخن، فما يغرقوش الشكل ده وتتقلوا بقى من تتقلوا الخليط او حاجه وتقولوا ان هو سايل. لا، لما يهدى وتحط في التلاجة هيطلع معاكي معجون تقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده حلاوه زبده الفول السوداني
شكرا يا استاذ جمال، والله متحرمش منك، الله يخليك، والله يساعدني بصراحه في الضرب. هو اللي قاعد لغايه ما قلت له خلاص هتحرق الكبه. والله انا بعدها يا استاذ محمد، والله جد انتوا مش متخيلين اصلا هنا احنا في الفاصل يعني كله بيساعد بعض والله، فربنا يبارك فيهم والله يعني.